المكتب، النسخة السعودية من مسلسل The Office الشهير. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. مناسبة إيش؟ مناسبة طلاقك. في تحدي كبير أطلقت منصة شاهد النسخة السعودية من مسلسل The Office الشهير باسم المكتب. العمل يعد هو النسخة 12 للسلسلة الكوميدية التي لاقت نجاحاً كبيراً على مستوى العالم. في النسخة الأمريكية الأصلية تم إنتاج 9 مواسم متتالية منها، وانتهى عرضها في 2013. النجاح الكبير للسلسلة دفع صناع الدراما في عدد من الدول الأوروبية لإنتاجه بلغات مختلفة في 11 دولة، وتدور النسخة السعودية في إطار كوميدي بنكهة خليجية ما أثار إعجاب الجمهور بشكل كبير، خاصة ممن لم يتابع النسخ الأجنبية للعمل. ترى عندي شغل، من بزيكم باضية. نقطة أخرى تميز فيها العمل وهي مراعاة الفروقات بين المجتمعين الأمريكي والسعودي بامتياز. بصراحة كانت هناك توقعات سلبية عن المسلسل بمجرد إعلان شاهد عن تصويره، فالجمهور السعودي كان معارضاً لفكرة التعريب من فورمات أجنبية، وتوقع بعضهم فشل المسلسل وأنه لن يكون على نفس المستوى الأمريكي. ولكن ردود الفعل القوية والإيجابية بعد عرض الحلقات الأولى من العمل أكدت نجاح صناعه في نقل الأحداث الكوميدية التي تدور داخل العمل وعلاقة الموظفين بمديرهم. فالمسلسل تدور قصته داخل أحد مكاتب الخدمات البريدية، ويخوض الموظفون تحديات العمل الروتيني الممل مع مديرهم الطيب صاحب الأخطاء المتكررة والمعتد بنفسه. والعمل من إخراج المصري هشام فتحي صاحب التجارب الكوميدية المميزة، وأبرزها مسلسل خلصانة بشياكة لأحمد مكي وهشام ماجد وشيكو، والذي على ما يبدو أنه نجح كمخرج في تحويل الفورمات الأجنبية للسعودية بامتياز، مع أبطال العمل صالح أبو عمرة الذي يؤدي شخصية المدير التي قدمها مايكل سوفت في النسخة الأمريكية، والموظفين هم سعد عزيز وفهد لبتيري ونواف الشبيلي وريم منصور ومريم عبد الرحمن وهنا الصومالي وياسين غزاوي وهاشم هوساوي. وأخيراً مع استمرار شاهد في عرض العديد من الحلقات، والمتوقع أن تحمل الحلقات التالية أحداثاً كوميدية مثيرة، ليظل السؤال: هل تنجح النسخة السعودية مثلما فعلت الأمريكية وتستمر ل9 مواسم؟ 3 أشياء ما أحب أشوفها عندي في المكتب وراح أقضي عليها ضربة واحدة. الغضب. أنا قلت لك مو حراق. مو شغلك ليش ما أحب الحراق؟ أنا ما أحب الحراق. العنصرية. سلم. أوف 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 أوف، وش ده التناسق الرهيب؟ تحس ينفع نسوي مع بعض مسلسل نسميه ليل ونهار. والتنمر. لا يا أخي جدد يا أخي. لا يا أخي جدد يا أخي. قوية. والله القوي الجل اللي في شعرك. يمكن نضيف البخل؟ لا تفلسف. هي 3 أشياء. تبغى تبخل ابخل على نفسك وانحف. 3 أشياء: الغضب، العنصرية، التنمر. بس.